فسوى نزل حاشاها قال لها الاستاذ يريد شيء يسوي شيء تعال السيارة. فجت تكلمت تصعدي ما قبل التصعد تصعدي ما قبل التصعد قالها تمام هو حابها من كل عقدك. قالها الصعدين لو ما الصعدين قالت لا ما صعد يعني عندك شيء جاي كلمني أنا عاشين السائق ما له واقف وهذا الشخص المهذب واقف موجود أيضا فالسول عفوا بصق عليه مع الغضب وصعد صاحبه وطلع. بعد يومين هي تراقبت من تراقبت لقوها أكو كان بالكرادة يسموه زهير زهور نمنم إذا تذكر أو سامع فيه أو أحد يعرفه. زهور نمنم مو بالكرادة كان لا اسمه القبطان ازياء القبطان اي ازياء نعم. القبطان صح نعم. بالضبط مقابيل جلودي شويه بالمنطقه نعم اي نعم مذكر متذكر هذا كان قبل يجي فصل قوط وكذا اي نعم اي فهو لحد الان موجود فوجدوا البنيه هناك شنو وجدوها هناك لقوها ان خطفت هي والسائق وواحد من الحمايه صعد بالسوبر مالتهم زين اخذوها فاخذوها ودوها القصر العابد أوكي. القصر العابد مالته اي القرب على بوابه تموز كانوا شو راجع على الحافيه شارع ام العظام اي خذوها القصر العابد فمن موديها لهناك الظاهر السائق حاطيه بغرفة وسادين عليه الباب وهو الظاهر يعني شون يعني من يعرف اللي دار بيناتهم يعني ككلام كتصرف بس اللي بين يعني بالمستقبل اللي صاير لاعب بالبنية زين تمام فالبنية تدري يعني بين عمور وانكسرت وكذا صعبة شو مسوين هم من ماخديهم مدني جير روس مشادين عيونهم مدني جير روسهم صاعدين بالسيارة ماخديهم سيارتهم السوبر وياهم طبعا ويا الحماية بسيارة واحدة هم ثلاثة واحد صاعد واثنين واحد قاعد دي ورا وياهم واحد دي سوق ومفوتيهم فضالين يمهم تقريبا بالخمس إلى ست ساعات محتجزيهم اي نعم فصاير اللي صاير فماخديهم شو مسوين بعدها شادين عيونهم ايضا وطالعين وياهم نفس السياره وماخذين السوبر اخذوهم ذبوهم بشارع ابو طياره بالدوام قالوا له تبقى مدنك للسائق اي تبقى مدنك ومشي راسك السائق من اهل الحريه بيتهم بالنواب الضباط بالحريه فطبعا السائق مو موظف الرجل مدني يشتغل يعني يشتغل عندهم براتب زي ابو سام تسمح لي اقاطعك بعض الاحيان يعني كاعرف رده فعلك على الموضوع لو اخليك تسترسل نعم. يعني هل هذه دولة أمن وأمان يعني تتخيل ابن رئيس دولة تعجب بنية يعني ممكن أي بنية مو شرط هذه تعجب بنية يفعل بها هذا اللي فعله بهيك وضعية لا هذا هذا مو استهتار هذا مرض إنسان مريض يعني نختصر لك يا إنسان مريض طبعا إنسان مريض اي نعم ما دون كلمة مريض أنت بعد حط خطوط لأن أنا عدي الرجل احتكيت بي يعني فترة السنة يعني كرهت اليوم والساعة اللي بالمناسبة هو الرجل لا يحبنا احنا أهل العوجة ولا نحبه فمو أنا دا أتكلم عليه لأن احنا ما نحبه وما يحب لا والله العظيم بس هو بدت العداوة من عنده احنا بالنسبة لنا ما نقدر نعاد بالتالي احنا خسرانين إذا عادينا كن واقعيين في وقتها احنا اللي خسران بس هو اللي ابدر العداء ابدر الاساءه لا انا صديق انا ما افتهمت قصدي من السؤال انا مو قصدي انه هو مريض نفسي او مو مريض نفسي انا اذا احكي في دوله هذا الانسان ما قدر يسوي هذا الفعل الا اذا كان ابوه صدام حسين رئيس الدوله يعني هذا بدون ابوه ما يقدر يسوي هذا الفعل صح اكيد فهي تنحسب على النظام هاي التصرفات لقوة نظام أبوه فهو ينحسب على نظام أبوه فأني من أحكي أنا أقول إنه هذا الحدث من صار في زمن الأمن والأمان هو أمن وأمان للحكومة مو للشعب إحنا كشعب ممكن أي واحد من عندنا لو أختي أو زوجتي أو قرايبي تطلع بالشارع تعجبه ممكن هذا الحدث يصير بيها والله يصير على كل بناتنا صح كلمتي لو غلط بدي أحكي بيها فعلى أي حال فقلنا نسوي جلسة عشائرية خلى أرشد ياسين بالوسطية قلنا نسوي جلسة عشائرية خلي نقعد ويجينا هو الرجل يجينا للعوجة
وراح اجمع الشيوخ تكريت العوجه كلهم احتراما له واجلالا، اجيب لكل الشيوخ ورؤساء الافخاذ، لان احنا ما نريد نحول عليه، اذا نحول عليه شويه صعبه يحولون عليه عشائريا، يعني هم يجون، لان يعني هو ما يصير هو يجيهم فوق الاعتدال، المفروض هم يرحون عليه الديره زين او الديوانه او العشيرته، بس من يروحون حتى لي يفتحون الموضوع والقاعدين، يعني الشيخ من تروح لتدر بناس بديوانه فالقاعدين راح يسمعون القصه، فصعبه بحق الشيخ، فما رادوا يفضحوه يعني يحفظون مكانته مثلا، فقالوا خل هو يجي يتفضل يمنا، يجي بواحده يعرف من يدي اللي يعني اللي يريده يدري يجيبه وياه زين، حتى ما حد يدري من عشيرته يكون محافظين عليه. اوكي، لانه اذا تروح عند اهل بيته كلهم راح يسمونه، اذا ولده اذا اخوته اذا كذا، فقالوا خليه يجي هو يحول، يعني يجي يمنا هو يجلس، فمسوين القعده. فارشد ياسين بلغه قال له انا اخذك وروح هناك وان يصير فصل داخلي واحنا نحل المشكله. فصارت الجلسه، الجلسه من صارت صارت بديوان بيت الندى، انا ما كانت وجبتي صاعده، كانت الوجبه العكس هي صاعده، كانت وجبتي مجازه، فكانوا الموجودين من الوجبه الاخرى المقابله كان اخويا بيها، يعني من ولد عمنا، فرايحين لي غادي وبكتهم رايحين، الشيوخ موجودين، هو كان ابوها موجود، واحد من اخوته، اخوته كان ما يدرون بالاول بعدين دارين، واحد من اخوته جاي اللي هو اصغر من الشيخ، فمن فايتين لي الديوان قاعدين الحماية داخلين أكيد جوا، لأن تعرف يعني هاي قاعدة عشائرية ما تعرف شنو اللي يصير بيناتهم ومسوي كذا، فلازم تتواجد غد 4-5 أفراد من الحماية. زين. فصار الفصل، الفصل شنو؟ صدام قاعد قباله ولابس عقال ولابس صاية وعباء وكذا، يعني منطف انطباع له يعني عربي لهذا الزلمة اللي جاي حتى يحترم مكانته وكذا. نعم. ف قال له انت ابو حاج، طبعا الشيخ حكى هذا الشيخ حكى هذا الشيخ حكى طول حاج، والزلمه ساكت له، قال هو زلمه محترم، فقال له انت ابو حاج مدلل وانا حعرض عليك وانت قل لي اي او قل لي لا، اللي يرضيك اني انا صدام ذا يقول لك. قال له هو ساكت له هنا. اكو سؤال، سؤال مهم يعني انا يدور ببالي واكيد كل المستمعين ببالهم هنا، صدام ليش هذا الشخص تعامل وياه بهالطريقه؟ شنو اللي يعني هل هذا مؤثر هذا الشيخ وعشيرته مهمه وكان ممكن يهز نظام صدام؟ يعني يهز نظام صدام، هو على صدام ما يأثر، حتى نكون منطقيين، على صدام ما يأثر، صدام بس الله سبحانه وتعالى يأثر عليه. بس شنو الشخص ابو رجل الى حجمه، شيخ عام، شيخ عام. هذا هذا السؤال، يعني انت اذا شيخ عام اذا صارت عشيره توقف بذاك الوقت وانت تقول من الغربيه، يعني غربيه عشائر معروفه بوقتها صارت مال قبلها مال محمد المظلوم، وتذكر صارت الاحداث سقطه الرمادي، يعني قصدك يعني شو يريد يسوون مثلا، يعني قصدك يسوون مثلا انقلاب، مو على انقلاب، او اولا خلينا نحكيها، اما اهل الغربيه اكثرهم كانوا ضباط كبار بالجيش العراقي، حمايات موجودين، أمن خاص موجودين، إضافة لذلك هي قبلها صارت مال محمد مظلوم، ترى سقطت الرمادي، الرمادي سقطت يعني كمحافظة، وما أعرف شلون نسد الموضوع وبعدين نفتح موضوعها احنا، فقصدي هو صدام مو بحال هسه يفتح باب جديد وهو بوضع احنا حصار لا هو ليه، راح أقول لك يعني أولا راح أقول لك وش حسبها، حسبها ابنه معتدي درجة أولى